اهلا بيكم، معلش اللايف الاولاني قطع، فهنكمل بقيه المعروضات. بصوا الاسترولرز دي العربيه البليكو اللي بدراع قلاب وتندة كامله وليها مسند للرجل. عملت لها برضو في فيديو عملته صورته ولسه هنزله لكم. وبصوا بيجي معاها ايه، بيجي كفر للعربيه علشان تحمي البيبي من الهواء، وكمان مرتبه اضافيه عشان لو انتي حابه تحطيها زياده تبطين او علشان تقدري تشيليها وتغسليها بسهولة. فاسترولر عملية جدا وممتازة جدا بجد، لما هتشوفوا الفيديو هتتبسطوا من الاسترولر جدا، من اكتر العربيات مبيعا هي واللي بدراع سلايدنج. بصوا دي العربيات اللي بدراع سلايدنج اللي بتتحول لشنطة سفر، في منها 2 براندز عالمية، ماركة كينلي وكمان ماركة لوكوين. طبعا الاثنين ماركات غنيين عن التعريف، وماركة كينلي من اول البراندز اللي طلعت العربيات اللي بدراع سلايدنج، وبراند لوكوين لسه مطلعاها السنة اللي فاتت، وبرضو عربية ممتازة جدا وعملية جدا. دي طبعا بتطلع الطيارة وتقدروا ان انتوا تنطلقوا بيها في كل مكان، خفيفة جدا. هصور لكم بيها فيديو برضو وانزله. ودي بقى السرير الخشب الزان الحلوة اللي في لينا بيبي ستور. بصوا بقى اهم ميزه في السرير الخشب الزين ان هو من الجنب بينزل سلايدنج، يعني زي ما هو كده وبينزل لتحت، مش بيتفتح بالطريقه دي. ليه؟ لان انتوا يعني علشان تيجوا تفتحوه لازم هتفضلوا تحركوا السرير وتزقوه. ليه؟ لكن بسهوله زي ما انتوا شايفين بيطلع وينزل بمنتهى السلاسه كده. معلش عشان في تليفون فكنسلته. وادي السرير الخشب الزان زي ما انتوا شايفين، وطبعا مستوي، والمرتبة كمان ممكن تشتروها لوحدها. بصوا ده سمك المرتبة. كلاينت دينا صلاح، لا هو احنا بقينا اونلاين، احنا ما يعني خلاص ما بقيناش معرض، ما بقيناش شوروم، وبقينا اونلاين. حضراتكم طبعا عارفيننا وعارفين يعني بتيجوا وكنتوا بتشوفوا المعروضات، وقد ايه الحمد لله ان احنا ما بنجيبش غير احسن المعروضات، الحاجات المحملة والحاجات المحترمة اللي انا شخصيا باخد منها لاولادي والاطفال في عيلتي. فطبعا وقت ما حضراتكم تحبوا اي منتج بتبعتولنا على رسائل البيج، بنبعتلكوا ليه صور على الطبيعة وفيديوهات كأنكم نورتونا في المعرض بس وانتوا مرتاحين في مكانكم، وبتختاروا معانا المنتج اللي انتوا عايزينه وبيوصلكوا لغاية باب البيت. وطبعا انتوا عارفين احنا الحمد لله ثقة، احنا الحمد لله بقالنا في المجال اكتر من 9 سنين، وبنينا اسمنا اصلا في الاول اول 3 سنين من الاونلاين. فاحنا بقينا اونلاين وتقدروا تطلبوا مننا، وخصوصا كمان اوردرات اسكندرية بسهولة جدا لما توصلكوا. برضو ان انتوا هيبقى احنا على تواصل دائم سواء اسكندرية او المحافظات. في طبعا انتوا عارفيننا في خدمة ما بعد البيع، احنا خدمة ما بعد البيع مع الكلاينتس اللي بيشتروا مننا واللي بيشتروا من الاماكن التانية لدرجة ان في اصلا كلاينتس بيقولوا لنا احنا يعني بنشتري من اماكن تانية وبنسألكوا بتردوا علينا وبنندم، لان الاماكن التانية بعد ما بنشتري منها وبيبقى مش عارفين نتعامل او في مشكلة مع المنتج اصلا مش بيتابعوا معانا وبيبقى اسعارهم اغلى. فالحمد لله يعني على ثقتكم فينا وبقينا اونلاين. كنت عايزة اقول لكم ايه تاني، دي بقى مستلزمات الاستحمام. بصوا مخدة البانيو الجديدة اللي وصلت جميلة جدا، وفي كمان لعبة السمك مع السنارة ممكن تجيبوها لطفلكم وهو بيلعب في البانيو هيبقى مستمتع جدا. وبصوا بقى حجم البانيو السيليكون المتوحش ده، بصوا واخد قد ايه يا جماعة، شايفين واخد قد ايه، يعني كأن ستة ايدين جنب بعض. والعربية البليكو العكاز اللي انا كنت بقول لكم عليها بس اللايف قطع، بصوا عاملة زي رفيعة وما بتاخدش مكان، وليها كمان دراع علشان تقدروا تشيلوها منه بسهولة زي الشنطة. نيجي بقى للشنط الكروس، كان في كلاينتس بيسالوني على شنط الكروس، اسعار شنط الكروس بتبدا من 245 بعد الخصم، واسعار الشنط الباك بتبدا من 295 بعد الخصم. زي ما انتم شايفين الجمال بتاع الشنط الباك في لينا بيبي ستور. وبالنسبه للشنط الكوين عليهم خصم 5% مستمر، الحمد لله الطلبات عليها اقبال جدا على الشنط براند لوكوين خصوصا كمان بعد الخصم.
شفتوا يا جماعة بقى مقسم الطعام شيكو ده عملي جدا، تقدروا فيه تقسموا الرضعات اللي هو اللبن الباودر علشان كل أكلة تبقى مقفولة بالغطا بتاعها ما يرطبش، وكمان بيستخدم بعد كده مع البيبي في الحضانة أو في الخروج في النادي، بتحطي له فيه السناكس تقسميها، فممتازة. الببرونات الأفند موجودة علشان الكلاينتس اللي طلبوا منها بأقل سعر في السوق كله، بتتباع الحجم ال 260 ملي بيتباع ب 750 جنيه و800 جنيه، احنا عندنا ب 595 جنيه بعد الخصم. عملت لكم عرض على السرير الخشب الزان والمرتبة والجوانب وملاهي السرير. تعالوا نشوف مع بعض الجوانب. الجوانب في ألوان كتيرة جدا، وفي غير دول هو العرض على الجوانب كمان التانية. عرض جميل جدا هيعجبكم، في كل حاجة، فرش السرير الكامل شامل الملاية والمخدة والأربع جوانب والسرير والمرتبة، وطبعا في السراير المتبطنة ماركة بتي بي بي ممتازة جدا، والعربية البليكو كاريكوت هبقى أركبها وأوريها لكم. لو عايزيني برضو أوريكم أي حاجة اكتبولي في الكومنتس في اللايف. سجادة البيانو الجميلة بقى اللي بتلهي البيبي ممتازة جدا جدا، والحمد لله بسعر حلو قوي قوي. دي اظن اللي معاها ثانية كده، دي اللي هي لبار العاب زي ما انتوا شايفين، وبسعر حلو جدا برضو. وملاهي السرير ب 225، نفس الملاهي اللي متعلقة على السرير. الترمومتر الديجيتال وصل علشان كلاينتس كتيرة بيسألوا عليه، وسعره 95. ترمومتر ديجيتال ده طبعا مهم في كل بيت من اول يوم ولادة ولغاية بقى الاطفال ما تكبر، يعني مهم جدا، بينجز الصراحة وبيسعف يعني. وعملت لكم لايف بمستلزمات الاكل كلها والالعاب اللي موجودة بقى في لينا بيبي ستور، في عضادات مع العاب سوفت، وفي الشاكوش ده لذيذ لذيذ جدا برضو بيعمل اصوات، عايزه اعمل لكم الصوت بتاعه بس مش مالكه اهي، فحلو قوي، وخصوصا ان هو لو البيبي خبط فيه او كده هو سوفت مش هيأذي البيبي. بالنسبه لمستلزمات تعليم الباتي، في بقى القعدات السوفت وصلت، وكمان قعده التويلت اللي بتتطبق، وسلم التويلت، وكمان القعدة 3 في 1 اللي بتستخدم في الخروج وعلى قعدة التويلت وبأكياس. الكار سيتس بأنواعها كلها عليها خصم برضو 5%. هنستنى اورداراتكم ان شاء الله على رسائل البيج او على رقمنا 012-700-6001، وما تنسوش الخصومات اللي على الحاجات الحمد لله اللي بنقولها يوميا في اللايف، كل يوم بنعمل خصومات. ما تنسوش رقمنا 012-700-6001 او كلمونا على رسائل البيج. اشوفكم ان شاء الله اللايف الجاي. باي باي.